خصوصا مع دخول تقنيه الفار، ولا برضو لسه عندنا أشوف حاجات ناخد بالنا منها عشان السيزون اللي جاي؟ اشوف من الواقع بيقول ان محتاجين وقت اطول شويه، يعني برضو ممكن يبقى فيه اختلافات شويه اراء. ايوه ممكن يعني، هو مش انتقادا على فكره عشان ما حدش يوديني لجنه الانضباط، ولا انا عليا اقساط فما حدش يديني يقول لي غرامات والكلام ده. لا بقول حاجه، انا بقول راي خفيف جدا يعني عشان نبقى متفقين. لا احنا مش بنتكلم على حكم بعينه ومش بنتكلم على واقع بعينها، انا بقيم سيزن، ولما بقيم او بقول انه كان في مثلا نقاط سلبيه، ده بهدف انه السيزن اللي جاي يبقى انجح، والهدف في النهايه ان احنا بندعم منظومه التحكيم المصري وتبقى ايجابيه. اشوف ان في الربط هيبقى اكتر شويه مع الايام، الربط شويه ما بين الحكم الساحه الفار وحكم والفار. ايوه اتنين، رايي الشخصي ان لازم يبقى في تعاون شديد قوي، وان الحكم لو حكم كبير موجود في رايي الشخصي كده، يعني ممكن يبقى الاراء تقول لا لو هات حكم مثلا دولي وبتاع، والحكم اللي موجود في تقنيه الفار او غرفه الفار يبقى اقل شويه. ممكن يحصل هنا نوع من يعني التوجيه، ممكن يحصل التوجيه، لا هات هنا، لا اسمع الكلام، ما اعرفش، لا اتنين كبار هنا، يعني واحد يبقى في الساحه وواحد في الفيديو على نفس المستوى والفيديو. يعني كانت قريب نور الدين في مباراه الاتحاد يعني سيبك ان جالنا لنا بينالتي وما اتحسبش، والبينالتي بتاع احمد فتحي والانذار اللي خده بتاعي والانذار انا واللي توقفت النهارده، يعني انا خدت ثلاث انذارات منهم من كابتن ابراهيم نور الدين، مش فاهم ازاي يعني ماتش بيراميدز وماتش الاتحاد وهو بيحسب الفيديو، بيحسب البينالتي علينا يعني بتاع احمد فتحي انا قلت هيسجد بعديه على طول، هيعمل حركه ابو تريكه وبتاع كانت يعني كبيره قوي، ضخمه شويه يعني. اقصد ان انت لما تروح تشوف الفار والفار ياكد لك حاجه مثلا او يختلفك معاك في حاجه، الامور لازم تكون طبيعيه، لازم تكون عاديه مثلا. يعني انا بفكر في كده، بفكر ان ممكن بعد اسبوع 10 ايام نجيب حكم دولي او حكم سابق، ممكن يبقى كابتن نصر عباس، ممكن نشوف الدنيا ايه يعني، يوجه اللعيبه شويه، يبدا يتكلم مع بعض الحاجات احنا ما نعرفهاش، لازم يبقى اللعيبه كلها عارفاها ومدركاها القانون الجديد عامل ازاي، تعاملك مع الفار عامل ازاي. حتى يعني انا لنا عقل، احنا اتفرجنا على مانشستر سيتي مثلا مع في دور الثمانيه، مش فاكر كان بيلعب مين، مانشستر سيتي كان لعب ريال في ليون، لا اللي ريال بعدها مدريد بقى اللي ليون بعدها ليون فرون ليون اللي طلع مانشستر سيتي، والله ما هو فريق ليون هو اللي طلع مانشستر سيتي وطلع حلو قوي ليون، مظبوط صح. الجون الثاني كان اشبه بالجون اللي حصل النهارده بتاع الاهلي، تمام، ومع ذلك الفار ما تدخلش. ليه ما تدخلش؟ الجون الاولاني اللي هو اتحسب فاول على بادجي في نص الملعب، اللي انا فاهمه ممكن اكون فاهم غلط، فعشان كده بقول لك هنجيب حد يتكلم معانا، يتكلم معايا ويتكلم مع الجهاز ويتكلم مع اللعيبه ويتكلم مع الناس كلها. اللي انا فاهمه ان ممكن تبقى الكوره مش في بدايه الهجمه، ممكن تمام مش من بدايه الهجمه، لان انت النهارده ممكن تبقى اللي قبلها على طول اللي داخل ال 18، ما ترجعنيش ل 20 30 باص مثلا. تمام اللي انا فاهمه، لان دي بتبقى تقديريه من الحكم مثلا. هل احنا كمنظومة كرويه في مصر استفدنا من وجود تقنيه الفار ولا لا؟ انا بقول لك يعني عارف يعني نار الفار ولا جنه اي حاجه تانية. لان في الاخر يعني ده انت مثلا يعني انت هتلاقي ده انت لسه بس عشان اخر موسم والدنيا مريحه. ايوه الدنيا مريحه حضرتك يعني كده المصيف اشتغل وخلص وبتاع، لكن انت هتيجي بعد كده في بدايه الموسم هتلاقي حاجات كتيره جدا. لا ده انت كمان لما تيجي تتكلم على منافسه قويه وتلاقي الفرق بين النادي والتاني نقطه واثنين وثلاثه، هتبقى وبعدين الزحمه هتبقى خلي الازمه. خلي بالك بس يعني في ناس تقول لك ايه يعني هو الخطا يعني من المؤثر، لا اصل ده خطا مؤثر ده خطا. ده انا عايز اقول بس يا جماعه ما ينفعش ان في حكم، ما ينفعش ابدا ان في حكم يبقى عنده 26 او 24 خطا فاول او 17 اسف من اصل 26 27 اخطاء احتساب خطا. يعني مثلا انت بتلعب فاول هو مش صحيح اصلا فانت تحتسبه، او فاول ما يتحسبش يبقى عندك 17 18 خطا في المباراه الواحده. في المباراه الواحده الموضوع مش موضوع ان انت بيجي لك بدلتي ما يتحسبش مثلا زمان قبل الفار، حتى مع الفار دلوقتي ممكن يعني كان عندنا واحده في الزمالك وكان عندنا واحده في الاتحاد السكندري، الفار ما فرقش بين حكم مصري وحكم اجنبي وما اتحسبتش يعني. لا اقصده يعني ان انت في طريقه تحجيم لفرقه. الاهلي اصدر بيان فيما يتعلق بالتحكيم، خليني اخد رايك فيه
وردود الافعال عليه، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.